لو لسه أول مرة بتشوفي قناتي، قناتي اسمها مور كيتشن. لو عايزة وصفاتي توصلك أول بأول، دوسي على كلمة اشتراك وفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله هنعمل الرز الأبيض المفلفل زي بتاع المطاعم بالظبط، هنعمله بدون شوربة، هنعمله بمرقة الدجاج، وهيطلع كمان أحلى من اللي بتضيفي عليه شوربة خالص. معايا معلقتين من السمنة ومعلقتين زيت، معلقتين من السمنة ومعلقتين زيت، ده اللي بيخلي الرز يبقى مفلفل وجميل معاكي انك بتضيفي مع السمنة زيت. يعني قدي مقدار السمنة قدها زيت. معايا الرز مغسول غسلة نظيفة ومتصفي، هنزل بيه كده اول ما السمنة والزيت يقدحوا هنزل بيه كده واقلب فيه لمدة 5 دقايق. هقلب فيه لمدة 5 دقايق، كل ده على النار الكبيرة، على النار الكبيرة بس مهدية النار شوية، يعني مخلياها وسط، مش هادية قوي، لا وسط. اقلب فيه كده لمدة 5 دقايق لحد ما احس ان الرزاية بدأت تلمع معايا، لحد ما احس ان الرزاية بدأت تلمع معايا هبتدي انزل بالمية وبعد كده نضيف عليه الملح ومرقة الدجاج. هي مرقة دجاج واحدة بس اللي بحطها على مقدار كيلو الرز، وهقولك على مقدار المية عشان ما يطلعش معاكي معجن، يطلع التسوية بتاعته مظبوطة. بس كده ابتدت الرزاية تشربت من السمنة بنفس الطريقة كده، هنزل بالمية. المية هتزيد عن الرز بنص عقلة، المية هتزيد عن الرز بنص عقلة، تكوني شايفة الرز قدام منك، ما يكونش المية عايمة خالص. بصي بنفس الطريقة الرز واضح اهو، يدوبك بس نص عقلة، نص عقلة مية بتزيد عن الرز اهو. بنفس الطريقة كده هبتدي بقى انزل عليه بمعلقتين ونص من الملح، معلقتين ونص من الملح ومكعب مرق الدجاج واحد، تفركي المكعب كده وتنزلي بيه. هقلبه بقى تقليبة كويسة، هياخد قد ايه؟ هيتشرب في 7 دقايق على النار العالية، وبعد كده هننقله 3 دقايق على النار الوسط وهدي عليه خالص. اتفقنا؟ يبقى 7 دقايق على النار العالية و3 دقايق على النار الوسط دي وهدي عليها خالص. كده تشرب معانا، خد مدة 7 دقايق بالظبط. هديله تقليبة صغيرة وهنقله على النار الوسط وهدي عليه خالص لمدة 3 دقايق كمان، يبقى تسوية الرز هتاخد معانا 10 دقايق وهيطلع مستوي ما شاء الله ومفلفل بدون ما يعجن او يتهري او يشيط. بس كده هنقله على العين الوسط كده وهدي عليه خالص واسيبه مدة 3 دقايق. ما تزوديش عن 3 دقايق لان ممكن تحطيه 7 دقايق وتنسيه على النار الوسط هيعجن معاكي. مدة 3 دقايق بس وبتدفعي عليه. بصي ما شاء الله جميل جدا، وبصي بيلمع ومفلفل، بصي كل حباية لوحدها مش مهري خالص، ما خدش في ايدينا وقت وعملنا الرز في ثواني. التسوية بتاعته خدت 10 دقايق فقط لا غير، وعملنا رز جميل احلى من بتاع المطاعم وطعمه جميل جدا. جربيه بنفس الخطوات. لو عجبتكم طريقة النهاردة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.